نحن أسعد بالدنيا منهم والله وبالله وتالله، وأنا قلما أحلف، نحن أسعد بالدنيا منهم. أنا طولت ها؟ ليلتكم فل. ده احنا قاعدين، وانا اقول انا حذرتكم ذنبكم على جنبكم، انا قلت لكم ان الحديث طويل وكده. طيب ماشي ماشي. مره واحد من اخواننا الدكاتره بقول لي انا عايز اتزوج واختار لي عروس. قلت له طيب، في بيت محترم جدا وأسرة محترمة جدا والأب مربي بناته جدا وبتاع، وأداء أنا أثق في هذا البيت يعني، وبنتهم منتقبة وعفيفة. المنتقبة إزاي أتزوج منتقبة عشان تقول لي قم أقعد؟ قال لا. قلت له أنت فاكر النسوان بيقولوا قم وأقعد برضه؟ ها، ده لبست نقاب، ما لبستش نقاب، كلهم نساء. ها، قال ولا فاكر انها غفير جوه البيت؟ لا يا ابني، ده الشاعر بيقول يعربن عند بعولهن اذا خلوا واذا هم خرجوا فهن خفار. ها، يعربن عند بعولهن اذا خلوا، اول ما تخلو المراه المنتقبه دي بزوجها تقول كلام ما يقولوش احسن حبيبه في الدنيا ولا يخطر على بالهم يقولوه، بس لما بيخرجوا لا انا ارموط عجبك. ها؟ انا بقى اللي شايفه في المساله دي ان عند بعض النساء غباء منقطع النظير في المساله دي. يدخل الراجل من الشغل تعبان زهقان قرفان اي حاجه، تعمل معاه اي مشاجره، يقول طب يا ستي خلاص اجل الكلام، يقول لا لازم نخلص الموضوع. يا ستي خزي الشيطان، خلينا هتكلم كلمتين. طب خلاص استريح، لا لازم نخلص الموضوع، تعرفنا راسي من رجلي، ايه الموضوع وايه الحكايه يا ست؟ اعملي معروف، العفريت بتلعب في وش، سيبيني السعاده. قال لازم اللي مش عارف ايه والبتاع. قال لك سيب الموضوع، يعني سيب الموضوع، غير الكلام. واحده من الصنف ده، اغرب موقف شفته في حياتي من الصنف ده، دخلت عملت مشاجره مع الراجل مش عارف، قالت له طلقني. قال طب سيبيني اهدى كده وهطلقك، وعد مني هطلقك، بس سيبيني اخرج. قالت لا يا ستي سيبيني اخرج. لا، حب يخرج، قامت قافله الباب وخطفه المفتاح وقالت له ما انتش خارج الا لما تطلق. زهق، قال لها طب انت طالق؟ قامت قالت له كده، تفرط هي بسهوله كده؟ أنا لا راجل، بقول لك كنت هتجن، ده أنا عمال أقول لك اخزي الشيطان، وقال مش عارف تقفلي عليا الباب وتاخدي المفتاح وتقولي لي لو مش عارف راجل وأبوك خلف راجل ومش عارف الكلام ده طلق، وأجي أطلق تقولي تفرط فيا بالسهولة دي، وهنت عليك اللي مش عارف إيه بتاع. تتعلم اللغة الألمانية والكلام فهربت، يعني أنا أول الكلمة اللي أنا ما انساهاش في حياتي وخلتني أمشي من القسم دازمخنشت. واحد بيقول له واحد دازمخنشت، اول ما قال دازمخنشت حسيت واحد رماني بحجر. دازمخنشت دي يعني ولا يهمك، مطب بيتصرف في خلال ثواني والا ممكن يعمل كارثه. فده بيسموه امتحان الهيئه. يعني كان معايا طالب العقيد اللي كان او الرتبه الكبيره اللي كان بيمتحنه تف تفه كده على الارض وقال له انزل عوم. ها، فما يلوي طبيعي الاحسن طرطش عليك.
النكتة الشهيرة اللي بيقول إن في رجل نصراني ومرأة نصراني معذباه ومورياه الويل. يا ست اعملي معروف، اخذي الشطاب المهم. فبدا له انه يهرب منها، يخلص من الجحيم اللي عايش فيه ما فيش طلاق، فاسلم. فقالت له فكراني هسيبك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الا جيت لي في الواسع، انت طالق. ها يعني عندها ديك بتعزه قوي ومربياه بقى على اساس انه يعني عامل بهجه في البيت والكلام. صاحب البيت دعا شيخ من الشيوخ فدبح له الديك، وقال ده شيخي ولازم اكرمه، فاكرمه باحسن ديك، احسن حاجه عندي يعني. دخل الشيخ لقى الولي عماله تولول وتعيط وبتاع الكلام. طبعا جابوا له الديك في حله فيها مرق او الكلام ده، فسمع الرجل الشيخ سمع بكاء، ايه ده؟ قال له والله سيدنا ذبحت الديك اللي كانت بتعزه وبتاع الكلام. فنادى المرأة وبعدين قام قايل للديك هش، ها؟ فردت اليه الروح وطار وقال اكفينا المرق ولا تتشوشي. ده دي ولا جرى واحد من الجماعة الأولياء عندهم يعني جالس، إذا أمير من الأمراء جايله وقال له إن أنا بنت وهي بوقف على شاطئ البحر التمساح بلع، والرجل الأمير ده في كرب عظيم قال له لا عليك لا عليك، وقال له واحد من الجماعة المريدين بتوعه راح على شاطئ النهر ونادي التمساح. تمام؟ ف وقف على باب الايه على الشط البحر ونادى التمساح، قال فخرج مثل السفينة، ها، وجعل يمشي في شوارع القرية والناس ينظرون، شوف بقى التمساح بقى لم يمشي القرية. فأول ما وصل نادى الحداد قال له خلع له سنانه، واخد بالك، وخلع له سنانه فعلا وقال له الفظها، لأنه التمساح بلعها بقى، قال له الفظها. طبعا هو خلع له نيابه ليه؟ علشان لما يجي يلفظها ما يعورهاش، ها؟ وفعلا لفظها وطلعت البنت سليمة ساغ، ما فيش اطلاقا اي مشكلة. وهدده بعد ذلك ان هو لو عمل اي حاجة وهو في البلد مش هيحصل له طيب. قال فانصرف التمساح من عنده ودموعه تسيل. اهدي مثلا اهدي كرامة معقولة شوية عن لا اله الا ابليس عليه الصلاة والسلام، ها؟ ومع ان دي طبعا مجذوبا يعني تبعه جماعة من الصبيان عمالين يضحكوا عليه ويتريقوا عليه والكلام ده. فنادى ملك الموت وهدده وقال له يا عزرائيل، طبعا مع ان ده مش اسمه ولا حاجة، ها؟ عزرائيل ده موجود في السريانية والكلام ده، عزرائيل او عزازيل او الكلام ده، لكن هو عندنا ملك الموت عليه السلام. فقال يا عزرائيل إن لم تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة. قال فأصبحوا موتى أجمعين. دي كرامة، كل كرامتهم بالإيه بالنظام ده كده. أراد أن يتعلم اللغة العربية، جاب مدرس في النحو، المدرس عايز يعلمه إيه الفعل والفعل والمفعول به، فقال له ضرب زيد عمر، ضرب فعل ماض وزيد فاعل وعمر مفعول به. وكل شوية لما يجي برضو يجيب الفايد يقول له ضرب زيد عمر. الرجل التركي لأ، ايه الحكاية ده؟ هو عمر ده ملطشة يعني ولا ايه؟ يعني زيد ده كل شوية يلطش له وعمر ده ما بيردش عليه؟ فسأل العالم ده قال له يعني أبلغت يعني المهانة بعمر أن يضربه زيد في كل مرة ولا يرد عليه زيد؟ قال له يا مولانا ده مجرد مثال، لا زيد ضرب عمرو ولا عمرو ضرب ولا زيد ضرب ولا احزنون، ده بس ده مثال بس بنقارب. المهم التركي ها دماغه صلب، ما احنا عندنا برضو مثل يقول لك ده دماغه تركي، تركي يعني دماغه ناشف خالص. المهم ما عجبوش الكلام، قال له انت كده، ما انتوا كده كلكم بتاع سجن، وده السجن. جاب عالم تاني قال له بقى قول لي بقى ايه ضرب زيد عمرو دي؟ هو بلغت المهانة عمرو ان يضرب كل يوم، وزيد ده مش لاقي حد يربيه ولا يأدبه ولا كلام. قال لي يا مولانا ده مجرد مثال، قال له انت هتقول كمان وادي السجن.
المهم سجن علماء النحاة أو سجن النحاة بتوع مصر، وبعدين أرسل إلى نحاة الشام بعد دمشق بقى يجيب إيه كم جماعة كم واحد نحو من هناك. كان الخبر ظهر، يعني لما يسجن النحاة في بلد الدنيا كلها عرفت إن الوالي التركي ده سجن النحاة في مصر عشان مش عارفين يجيبوا جواب. لما بعت لعالم نحوي من دمشق، قعد العالم بقى النحوي جاي راكب على الجمل ها البريد وطول السكة عمال يفكر اطلع من المطب ده ازاي، ما انا هدخل السجن انا كمان. ضرب زيد عمرو بتاع، احد يفكر يفكر، المهم اهتدى الى فكره. اول ما دخل فالرجل بقى ايه اللي هو الـ التركي قال له بقى قول لي يا سيدي ايه ضرب زيد عمرو، هو يعني عمرو ده ملطشه، ايه زيد ده مش حد يربيه؟ قال له لا يا مولانا، ده زيد ده عمرو ده ارتكب خطيئه. الرجل التركي ده إيه كان اسمه داود باشا. قال له بص يا مولانا، عمرو ده ارتكب خطيئة جسيمة يستحق عليها الإعدام، مش إنه يتضرب بس. قال له ما هي؟ قال له سرق واو مولانا، ما هو سي داود إحنا بنكتبها بواو واحدة وهي بتتنطق أو بالأصل تتنطق باتنين واو. لما تقول داود دال ألف واو واو دال، طاووس طاء ألف واو واو سين، ها؟ لكن احنا بنكتبها داود طاووس بواو واحدة. قال ده عمرو ده الأصل كان عمر، فلما سرق واو اثنين من الأصدقاء تزوجا، وبعد مدة واحد بيته هادئ والبيت الثاني مشاكل، فاللي عنده مشاكل باستمرار سأل صاحبه قال له يا أخي أنا عندي مشاكل يوميا وانت بيتك هادئ وإحنا الاثنين تزوجنا في يوم واحد، فما هو سر السكينة في بيتك؟ قال له أبدا، ليلة الدخلة واحنا بناكل احنا الاثنين دخل قطة يعني كده، قال فهجمت عليها وذبحتها.
فالمرأة قال لي قالت لك بس ده باين عليه شراني وبتاع شر، ولو عملت حاجة هيعمل معايا زي القطة، فإيه لم نفسك يا بنت وعيشي في سلام. ها فقال له صاحبه آه بس كده يعني ذبحت القطة واسترحت؟ قال له آه ده اللي أنا عملت، ما عملتش أكتر من كده. فذهب صاحبنا إلى السوق واشترى قط ووضعها في البيت، وبعدين هما بيتعشوا القطة اقتربت أمسكها وإيه وذبحها. فقالت له امرأته إيه بالمثل البلدي عندنا، اذبح بستك. انت عارف بس ده القط تقول له بس يعني ايه؟ يعني اسكت او امشي او كده يعني. فبيدخل عليه البس بس بس يعني بس بس ناوي يا بس بس ناوي. ها تعرفش في الكرور ده عندكم ولا لا يعني. فقالت له اذبح بستك ليلة دخلتك مش دلوقت. ها كشفته يعني. قالت له انت عايز تعمل غضنفر يعني. من جاءهم المذكور يوم الجمعة فسأله الخطبة فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كفر، فسل السيف ونزل يجري ورا الناس بقى حتى خرج الناس كلهم من الجامع، فجلس على عند المنبر إلى أذان العصر، وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع. ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم، فعددنا له في ذلك اليوم 30 خطبة هذا ونحن نراه عندنا في البلد. إزاي بقى دي تيجي يعني؟ أهل 30 بلد كل واحد يقول فلان الفلاني خطب عندنا الجمعة، يقول لا ده خطب عندنا احنا، والتالت يقول خطب عندنا احنا، 30 بلد كل بلد يقول خطب الجمعة، مع انه قاعد على المنبر بطفش الناس من الجامع، قاعد على المنبر بليه بالسيف لحد اذان العصر. دي ممكن تتحط كرامات؟ المفترض يعني الجماعة دول الشعراني والنبهاني والجماعة دول المفترض ان هم متعصبين للمذهب عندهم، فلما يقول جامع كرامات المفروض هيجيب حاجة تشرف المذهب حتى لو بالكذب تشرف المذهب. لا القصة كلها كده، قصة كلها زي ما انت شايفين كده، ودي عندهم معدودة من الكرامات وفي اشياء اخرى اطب. وبعض العلماء بيقولوا ان الصفات قد تنتقل حتى لو من حيوان الى انسان، وهذا ليس يعني مقصورا على انه يركب بس، حتى بعضهم بعض علماء التغذية بيقول انت لو اكل لحم كثير او ادمنت اكل لحم حيوان معين قد يكون بعض الصفات تنتقل، بعض صفات الحيوان ده للبني ادم. يعني مثلا لو بياكل ضان كتير ممكن ينطح. ها عادي انتقلت له بقى فده بقى لما مره واحد من اخواننا الدكاتره بقول لي انا عايز اتزوج واختار لي عروسه. قلت له طيب في بيت محترم جدا واسره محترمه جدا والاب مربي بناته جدا وبتاع، وده انا اثق في هذا البيت يعني، وبنته منتقبه وعفيفه. المنتقبه ازاي اتزوج منتقبه عشان تقول لي قم اقعد؟ قال لا. قلت له انت فاكر النسوان بيقولوا قم واقعد برضه؟ ها ده لبست نقاب ما لبستش نقاب كلهم نساء. ها قال ولا فاكر انها غفير جوه البيت؟ لا يا ابني ده الشاعر بيقول يعربن عند بعولهن اذا خلوا واذا هم خرجوا فهن خفاروا. ها يعربن عند بعولهن إذا خلوا، أول ما تخلو المرأة المنتقبة دي بزوجها تقول كلام ما يقولوش أحسن حبيبة في الدنيا ولا يخطر على بالهم يقولوه، بس لما بيخرجوا لا أنا أرموط عجبك. ها عندنا هنا في المدارس بتاعتنا المهكعة دي إن إحنا نكتب النطق بالعربي. ها نكتب النطق بالعربي بوك
مثلا عندي به وكاف تمام، ما انا مش هقدر احفظ النطق من الاول، فبكتب بوك وبلها بالايه، وانتم كلكم اتعلمتوا زي ما احنا اتعلمنا يعني. فاللغه لانها جديده عليا فيكتب سينيوريتا، اكتب سينيوريتا بالعربي وبلها بعد ما اكتبها، ويكتب شويه كلمات على السبوره كده. ها من يعرف ينطق؟ طبعا الكلام لسه ما لزقش في دماغ حد فينا. انا بص ارفع ايد يقول لي اقرا، اقول له سينيوريتا، يقول لي تريبيان، يعني برافو يعني فيري جود يعني. ها انا طب ودي الكل مبلم وانا اللي بنطق، فالشباب كله يبص لي انا ده جاي منين ده؟ ها اللي بينطق كله بتاع الكلام ده. المهم المعيد قال لي اسمك ايه؟ قلت له حجاز. نحن اسعد بالدنيا منهم والله وبالله وتالله، وأنا قلما أحلف، نحن أسعد بالدنيا منهم. أنا طولت ها؟ ليلتكم فل. ده احنا قاعدين وأنا أقول أنا